ان شاء الله هنعمل مع بعض عيش الطاسة بطريقة سهلة جدا واقتصادية. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض عيش الطاسة، هنعمله بطريقة سهلة جدا واقتصادية. المقادير اللي معايا: معايا نص كيلو دقيق، عليه رشة ملح، وقطعة خميرة كبيرة بحجم عين الجمل أو معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة صغيرة سكر، مية دافية للعجن. أول حاجة هعملها هاخد قطعة الخميرة هدوبها في المية الدافية وهحط عليها معلقة صغيرة سكر. هدوب الخميرة كويس واسيبها لحد ما تتفاعل لمدة 5 دقايق. خلاص الخميرة تفاعلت وعملت وش ابيض زي ما انتوا شايفين. هجيب البولة بسم الله، هنزل فيها نص كيلو الدقيق، عليه رشة الملح، هعجن بالمية الدافية اللي دوبت فيها قطعة الخميرة ومعلقة السكر. بنزل بالمية حبة حبة، بلم العجينة، هعجن كويس لمدة 5 دقايق لحد ما العجينة تبقى طرية وناعمة في ايدي. خلاص عجنت العجينة كويس لمدة 5 دقايق لحد ما بقت طرية وناعمة ومش بتلزق في ايدي. دلوقتي هغطيها بكيسة واشيلها في مكان دافي واسيبها تخمر لمدة 2 3 ساعات. خلاص بعد 2 ساعة العجينة بتاعتي خمرت، هخرج الهواء منها. خلاص خرجت الهواء، هقسمها لكور، كل كورة على قد رغيف. عايزين تقسموها كور كبيرة او صغيرة براحتكم. رشيت رشة خفيفة من الدقيق، هقسمها لكور. حلو قوي المقاس ده، على قد الطاسة بتاعتي. هقسمهم كلهم وبعدين هوريهم لكم. خلاص قسمت كمية العجينة اللي معايا، عملت 10 ترغيفة. لو عايزين تعملوا اصغر من كده او اكبر من كده براحتكم. هغطي الكور اللي انا شكلتها بفوطة وهسيبهم يرتاحوا لمدة 10 دقايق قبل ما افردهم. خلاص العجينة بتاعتي ارتاحت، دلوقتي هفردهم. هبدأ من اول كورة شكلتها، هاخد اول كورة شكلتها وهفردها. هرش رشة خفيفة من الدقيق وافرد عليه. هفرد الرغيف على الاخر بسمك نص سنتي. عايزينه كبير عايزينه صغير براحتكم. خلاص فردت الرغيف زي ما انتم شايفين اهو، فردته على الاخر. هرص العيش على صينية واسيبه يرتاح لمدة 10 دقايق وبعد كده هخبزه في الطاسة. هخلص الكمية اللي معايا وبعدين هوريها لكم. خلاص فردت العيش زي ما انتم شايفين، دلوقتي هغطيه في فوطة واسيبه يرتاح لمدة 10 دقايق وبعد كده هنسويه مع بعض. خلاص العيش بعد ما ارتاح 10 دقايق هنروح نسويه على الطاسة. حطيت الطاسة على النار، الطاسة سخنت لازم تكون سخنة. هنزل بالعيش، هسيبه دقيقة وبعدين هقلبه دقيقة واحدة. هقلبه تاني، هفضل اقلبه من الوش ده للوش ده لحد ما يتنفخ معايا الرغيف. الرغيف اتنفخ زي ما انتوا شايفين.
بقلبه بس على الوش التاني ياخد لون وهطلعه على طول. حطيت رغيف تاني، سيبه بس دقيقة على الوش الأول وبعدين بقلبه على الوش التاني على طول. بفضل كده لحد ما الرغيف يتنفخ معايا، سيبه دقيقة وبعدين ارجعه تاني. خلاص كده هرجعه تاني. اهو الرغيف اتنفخ زي ما انتم شايفين. بقلبه عشان ياخد لون. خلاص كده حلو قوي. هطلعه، العيش كله ما شاء الله اهو بيتنفخ، معنى كده اللي هو ناجح. الرغيف بيتنفخ اهو. شايفين نفخ، معنى كده ان العيش بتاعي ناجح 100%. خلاص كده هكمل الكمية اللي معايا وبعدين هوريها لكم. اهو يا حبايبي العيش بتاعي بعد ما خلصته، بصوا جميل وطري جدا والسوا بتاعه مظبوط، مفيش ولا رغيف ما اتنفخش معانا. شايفين اللون بتاعه؟ هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل عيش الطاسة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.